وانا لما اتكلمت معاه ساعتها وبرضه انا بقول الكلام ده بصراحه جدا دلوقتي عشان برضه ايه كم الهجوم اللي حصل يعني. فانا قلت للكابتن الخطيب الكلام ده جميل يا كابتن بس ده عمومي جدا. قال لي طب وجهه نظرك ايه؟ واداني قلم وانا في خلال الربع ساعه دي زودت حاجات في البرنامج. كتبت حاجات بايدي يعني اللي هي الخطوط العريضه وما فيهاش حاجه، هي مجرد ده تزويق كلام جميل جدا تمام. لكن لا الكلام الاولاني كان حاجه اسرار عسكريه ولا انا حطيته في خمس دقايق اسرار عسكريه تمام. بس كلام عام تعبيري يعني كلام عمومي جدا اللي هو يعني ضمان تحقيق اعلى عارف الكلام ده. وانا شغلتي كلام انا بعرف اكتب كويس قوي او ده مقابل انام. خلصنا الكلام الجميل ده خرجنا انا وكابتن خطيب وقال هنستعين بيك لازم هنعمل زي لجان مستقله ونستعين بيك وغيره في عاده هيكله مثلا في التطوير الاداري والمنظومه الاعلاميه للنادي وحاجات من هذا القبيل. حلو تمام. وحتى ساعتها قال اسم شخصيه عظيمه كانت في المجال المصرفي هتبقى ماسكه الجزء الاستثمار برضو كلجان خارجيه. خرجنا لقيت راجل فاضل جدا مدير الحمله قال لازم ناخد لكم صوره. وانا ساعتها قلقت ان صوره معناها انا ما اعرفش اي حد ممكن يستخدمها ازاي. قلت لهم انا هنزل الصوره بنفسي ونزلتها وبحمد ربنا اني نزلتها لان كتبت عليها بدقه شديده. قلت ان يعني جات لي دعوه كريمه من المهندس محمود طاهر وانا اعتذرت مع حبي ليه وكل حاجه، وجات لي دعوه كريمه برضو عن طريق المهندس عادل قيعي مع الكابتن خطيب وانا برضو اعتذرت ان ماليش في لعبه الانتخابات وانا تاييدي تحديدا للكابتن محمود الخطيب مهندس عادل قيعي اللي هو مش في المجلس. الكابتن محمود الخطيب تأييدك تأييد الكابتن محمود الخطيب والخالد الدرندلي وخالد مرتجي كويس. وكنت محدد اكيد اقصد انا بتكلم في انا عارف كويس. رساله محدده لان انا برضو عندي وجهه نظر لكن لن اتحدث عنها خالص في تشكيل لجنه مثلا او قائمه لمجلس اداره او غيره. عظيم تمام. وخلص الموضوع على كده وكله تمام. قبل قفل باب الترشيح ب 48 ساعه يوم الخميس كلمني كابتن المهندس محمود طاهر دايركتلي شخصيا كده وقال لي انا عايز اقعد معاك. قال لي احنا نعرف بعض من سنين طويله و فانا من حقي عليك وحقك عليا نسمع بعض. قلت له انا حسمت موقفي وقلت انا مش داخل في اي حاجه. قال لي بعيد عن اي التزامات باي حاجه خالص بس انا نفسي اسمع رايك بالكامل ايه الحاجات اللي انت معترض عليها. احترمت جدا القصه دي ما اقدرش اقول لا. كابتن الخطيب كان بيكلمني في نفس الوقت عايز نحضر معاهم ندوه احضر مش ندوه لا حاجه ليها دعوه بالتخطيط للحمله الاعلاميه وغيره. وساعتها قلت لا انا مش عارف اي مكان اللي ممكن يحصل مع المهندس محمود طاهر. فاعتذرت للكابتن الخطيب قلت انا ايه مش هحضر عشان ما فيش اي حاجه اسمعها هتبقى ساعتها بقى ايه لا ده انا باخد كده اسرار كده اسرار مش لاعب اللعبه دي خالص. ورحت ثاني يوم والكابتن الخطيب تقبل اعتذاري وانا كل ده مش رسمي معاهم في اي حاجه. رحت الكابتن المهندس محمود طاهر في منزله يوم الجمعه وقعدنا ساعتين ونص تقريبا. الساعه الاولانيه انا بقول كل الحاجات اللي انا معترض عليها والراجل تقبل كلامي بصدر رحب تماما. وفي النهايه قال لي كلمه جميله جدا قال لي انت ليك حق مليون في الميه ولكن نقطتين. النقطه الاولانيه اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار انت ما عندكش الصوره كامله وانا هقول لك بقيه الصوره. ونمره اتنين احنا عندنا اخطاء بنعترف بيها انا بحترم جدا اللي بيعمل كده. نمره واحد تحمل المسؤوليه هم الكبار بس اللي بيعملوا كده. نمره اتنين ازعم ان انا حياتي كلها في اعاده الهيكله وتقييم الناس والمؤسسات. حضرتك عارف ان عملت برنامج رئيس تاهيل الشباب صحيح. عملت اعاده هيكله في اكبر شركات عالميه سواء في الادويه او في الاتصالات او في الصناعات الثقيله فانا عارف بتكلم ازاي وبعرف اللي قدامي بيتكلم جد ولا بيهزر ولا انا اسف اللفظ يعني بيبيع كلام بيبيع كلام او بيسجدني لا كويس. كان بيتكلم من قلبه ولما بدا يتكلم ما كانش بيدي اعذار لا هو بيدي المبررات اللي وصلت لكذا وصلت لكذا. احنا اخطانا في دي بس علاجها الصح كذا وهنعمله بالطريقه دي. بدانا نتكلم في ايه ده مش بس واحد واقف. طب ما ترصد لي حاجه من الحاجات اللي كان فيها يلام مجلس اداره وانت كنت يعني هنتكلم على حاجه بسيطه جدا. قطاع الناشئين في النادي تمام. قطاع الناشئين في النادي قال ليه حق ودلوقتي ام بي سابقونا وغيره سابقونا وغيره سابقونا. كنا بدانا مشوار معين كان في راجل هولندي كان جاي اللي هو كورفر كان جاي يعمل شغل بشكل كويس جدا وبعدين مع الضغوط والتغييرات والثورات والقصه دي الدنيا اتلخبطت جدا وبقى لنا مده بنحاول نجيب تاني اللي هو الكابتن بدر رجب لان بدر رجب كان من الناس اللي عندها عين قويه جدا زي قبل كده عندنا الكابتن العظيم مصطفى حسين ابو الاشبال في الاهلي فهو عنده الفكر اللي هو يطلع تاني. كابتن بدر رجب هو اللي على ايده طلع ناس زي تريزيجيه وهكذا هو بيفكر بنفس المنطق فبقى عنده تفكير لا هنبني القصه دي وهنجيب كمان وده على فكره دي حاجه من الحاجات اللي هي بيتم تطبيقها دلوقتي هيتم تطبيقها جايبين الشركه الهولنديه اللي هي بتتولى قطاع الناشئين في نادي اياكس. وحضرتك عارف اكيد نادي اياكس هو اكبر قاعده تفريخ للمواهب في اوروبا كلها. اذا يعني بدا كل حاجه بهذا المنطق. الاهم من كده بقى لما جينا اتكلمنا قلنا لا هو من جزء كبير جدا من المشاكل ان اختيار الناس اللي هي في القائمه اللي دخلت كلها ما كانش بالدقه الكافيه. عشان كده حصل الناس اختلفت سريعا ووقعت وهكذا في المرحله الاولانيه. فبدا يفكر احنا الان النادي الاهلي النهارده بنتكلم النادي الاهلي كبير جدا مؤسسه كبيره جدا ما شاء الله الميزانيه بتاعته وصلت النهارده فوق المليار مليار جنيه. انت بتتكلم على مؤسسه اكبر من دول في بعض الاوقات. اذا تحتاج الى ناس خبراء محترفين يديروا هذه المنظومه
كويس. وبرضه عشان نوضح بشكل قوي جدا، دور عضو مجلس الاداره مش هيعمل حاجه بايده، لكن هو هيبقى فاهم كويس قوي في قطاعات معينه، هيشرف على ناس تنفيذيين سواء من جوه النادي الادارات التنفيذيه يعملوها بشكل قوي. تمام. فعشان كده كان ده الاختيار بتاعه. وبناء عليه اثر عليك في انك تدخل الانتخابات؟ قال لي هذا هو التصور اللي عندي، وقال لي صراحه انا مش هدخل الانتخابات الا ومجموعه متكامله، وبدا يقول لي اسامي الناس كلها، وبدا يقول لي ان انا الجزء اللي ممكن يكمله، وعندي ملفين في غايه الاهميه بالنسبه لك، اللي هو التطوير الاداري، ويمكن ده الخبره الاساسيه اللي عملتها في حاجات كتيره جدا، وتاهيل الشباب كمان، والاثنين مهمين جدا. ايه الفرق ما بين العرض ده والعرض ده؟ ما هم العرضين واحد. لا هقول لحضرتك حاجه. العرض انا كده كده برضه راجع اقول انا كنت داخل انتخابات كده ولا كده، ماشي، لكن عرض ان انا اقدم حاجه للنادي الاهلي. طب برضه كابتن محمود الخطيب قال لك تعالى احنا عايزينك. اقول لك الفرق. الفرق الرهيب، وانا ده شغلتي يعني في الاستشاري تحديدا، لما بيكون بيقدم افكاره من بره تاثيرها لا شيء، يعني ملوش دور في مجلس الاداره مهما حصل، هتقدم الفكره في الاخر ساعه التنفيذ الفعلي. ويمكن اغلب الاستشاريين اللي في مصر فشلوا في هذه الامور لانه ملوش دور، ان هو بيقول بس فكره كويسه جدا، شكرا والله كويس جدا، بس انت ما تعرفش. طب ما هو كابتن محمود الخطيب بحسب روايه حضرتك عرض عليك انك تبقى موجود في مجلس الاداره. هل منطقي ان انا ادخل مكان اي حد حتى في الاسبوع الاخير؟ اخلاقيا يعني طبعا خطا جدا طبعا، وفي نفس الوقت على فكره تخطيطيا وكل حاجه. انا مش داخل ضمن المجموعه. المهندس محمود طاهر لما قال لي انا بحاول اوصل لك بقالي مده، وادي المجموعه، وقال لي اساميهم واحد واحد، مكانك فاضي والمكان ده متساب. المكان ده متساب وبالملفات محدده، ودي نقطه مهمه جدا، ان المجموعه كلها كل حد عنده ملفات معينه باستراتيجيات معينه قادرين على تحقيقها، لان كل واحد فيهم عملها بره قبل كده.